السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وش راكم؟ لافا صفا غاية، طولنا عليكم يا جماعة، بس هذه كورونا ما فيش لها خرقة، ما في دخلها كثير، ولا الشغل شوية أقل. المهم في الجزائر عايشين اللحظة والحمد لله رب العالمين. اليوم أنا قد كافي خاطري يا جماعة، نفسي كذا أكل فرشته، فاليوم أنا بعمل رشته، تبعونا. اشتريت فرشته، نفتح كده يا جماعة رشتة، نشمخ شوية في المياه حسب ما شفت أنا في الفيديو في يوتيوب. فأنا حاب اليوم أعمل رشتة مع إحنا بصل والكوسة واللفت والحمص وبطاطا. نحط الدقاق بالزيت والحين بقلبه وبشعل عليه، بس نحط الدقاق على نار هذا كده وعلى زيت بارد. نبدأ نسخن الماء يا جماعة، أيوة على نار هذا القدر اللي تاع الرشتة في الجزائر يا جماعة. هذا المية عشان تفور بسرعة يا جماعة، أنا حطيت الخميرة، علمنا واحد صديق الحركة هذه، حط الخميرة حلوة عشان بسرعة يفور الماء معه. حط هذا معانا هنا اللحمة، دقيقة يوم يومي. قطعنا البصل مع البصل الأخضر، هذا نسميه نحن في اليمن، هذا بصل جاف وبصل أخضر. انجوي. الحين ولعنا على الدقاق بالزيت. الدقاق يا طيب القلب وينك؟ هلا والله، هلا هلا يا جماله يا دلاله يا حركاته يا رشتاته يا رشتاته يا رشتاته، رشتة 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 رشتة. انجوي، عيش اللحظة. كل رشتة انا فتحتها يا جماعة. انا على فكرة الحين انتم تشوفوا الكمية كبيرة هذه، بس انا يا جماعه انا اعمل اكل حق 3 ايام، يعني ما حد يطبخ كل يوم. فانا هذا الاكل الحين اللي بعمله، انتم تقولوا كثير، بس انا بعمله حق 3 ايام، انتم فهمتوا كيف؟ عشان ما كسرش راسي كل مره اطبخ، انا كرهت كل يوم اطبخ، فانا اطبخ حق يومين 3 ايام، يعني هكذا. المهم انجوي، عيش اللحظه. سلام. هذا البصل يا جماعه اللي طحنته انا، هو الفلفل البصل الاخضر، نحطه في الدجاج يا جماعه ونقلبه. عود قرفة يا جماعة، فلفل أكحل، ملح. والله يا جماعة توحشت نحن الطلعات هذه تاع أول تاع بكري، أقسم لكم بالله بين الولايات ندور كده بين الولايات. للحين أنا زرت 22 ولاية، أنا كنت والله ناوي أكمل أزور 48 ولاية، لكن قدر الله ما شاء فعل. نقول لله الحمد والمنة ونشكر ربي على الابتلاء اللي ابتلينا الله سبحانه وتعالى بمرض كورونا، ونمشي حالنا احنا ونقول الحمد لله عسى ربنا يفرج معنا. تشوف تشوف كيف الدقيق مع ريحه البصل يا قدح، يمي يمي يمي. يا جماله يا دلاله يا حركاته يا رشتاته، هلا والله هلا هلا. بطاطا يا جماعه طويل مع الكوسه واللفت، الحين قاع نرميهم هنا نقلبهم. انجوي، هلا والله يا رشتاته يا حركاته. ونزيد معهم الحميصة يا جماله يا دلاله يا حركاته. مرحبا معكم، يوميات يماني في الجزائر. على بال الجزائر يحبونا وانا نحبهم. هلا والله هلا هلا يا جماله يا دلاله. الرشتة اللي هنا قاع حطيته هنا يا جماعة، وناخذ الرشتة كذا قاع كامل فوق. شوفوا هذه المية المقلية هذه، نحط الرشتة فوقها يا جماله يا دلاله يا رشتاته مع زاهر الحكمي، ويلكم. من بعد ما مغلى يا جماعه نحطه نصبه فوق الرشته، شبعوا شبعوا بس مش بزاف، اشبعوا حسب تعليم. الله العظيم اقسم بالله انا بنفضح، انا اليوم بنفضح انا عند الجزائر. يماني يدير رشته جزائريه. يامي يامي، هلا والله هلا 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 والله هلا هلا. انجوي، عيشوا اللحظه. اذا الاكله ما طلعت حلوه لا تفضحونا. لا تشرشحونا. والله شوفونا انا يعني خاطري اكل اكل جزائري، فدرت هذه الرشته وهذه المرقه دياله مع الدقاق واللفت والكوسه والبطاطا، وعملنا قلنا فلفل والملح والقرفه، والحين نقطع عليها يا جماعه. ودعواتكم، سألكم بالله ادعوا لي دعوات الخير، الله يرضى لي عليكم دنيا واخره. انجوي، عيش اللحظه، مع يوميات يماني في الجزائر. البخار يا جماعه علشان تستوي، وهذه لسه
تاخذ القلوه دياي، تاخذ القلوه حقه. قل لي ما اشتري لما يطيب البطاط واللفت والكوسه والدجاج. انجوي. الرشته استوت، يلا نقلب الحين. 1 2 3 هلا والله، هلا هلا. الحين نفكفكه. انجوي. عشوا اللحظه يا جماعه. نحطه بعد ما شمخته، نرجع نحطه مره اخرى، مره ثانيه في زوق. ايوه يا جماله، يا رشتاته، يا حركاته. انا وزني بيرجع بيرجع 100. الحين رجعوا يا جماعه، رجعوا على النار. يا جماله، شوف هذه. ايوه جماله، يا بعد ما خلينا نفر الزوق، الحين يا جماعه نجيب هنا ونحمل بابرا كادابرا. يامي 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 يامي. كده نفتحها. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله عليك يا حبيب والديك يا زهر. الله عليك، الله عليك تبارك الرحمن. يا جماعه قولوا ما شاء الله وصلوا على النبي. صلوا على النبي، صلوا على النبي، اذكروا الله، اذكروا الله. شوفوا هذه الرشته والمرقه، المرقه طابت. واو واو تبارك الرحمن. الحين بعملها في طبق بوريكم. انجوي. عيشوا اللحظه. انا عملت لي القرفه يا جماعه، الحين اسربي المرقه هذه، اوريكم كيف بتصير. يمي يمي. انجوي. عيشوا اللحظه. درت الرشتة وطلعت 100 100 يا جماعة. ويلكم. صلوا على النبي، صلوا على النبي، واذكروا الله، وقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. الو يا دلالو، هذه النتيجة طلعت يا جماعة كده. دقاق والدقاق والكوسة واللفت والبطاطا والحميصة والحركات يا جماعة تبارك الرحمن، ما شاء الله. مرحبا بكم، درت وطلعت والله العظيم بيان بيان بيان، وربنا يحفظكم. ولازم تشربوا معه سيلكتو، المشروب الوطني، والأكل كله جزائري 100%. ومرحبا بكم على قناتي يوميات يماني في الجزائر. انجوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتفضلوا.